الكونغرس الصادرة يوم الأحد 30 مايو 2021. وفي هذه النشرة، وحدة الاستخبارات العالمية تصدر نشرة جديدة. هذا الأسبوع نواصل سلسلتنا الجديدة وعنوانها حالة الأزمنة، والتي تستعرض أحدث نشرة صادرة عن وحدة الاستخبارات العالمية التابعة للكونغرس WBN. أحدث نشرة لوحدة GIU وعنوانها التكثيف في أنظمة الأرض، تنظر إلى التكثيف باعتباره وصف لأمرين متوازيين: التكثيف الحادث بيننا مع تقدم الكونغرس إلى الأمام، وكذلك التكثيف في أنظمة الأرض. هذا الأسبوع نستكشف الجزء الثاني من سلسلة المتعلقة GIU. دعونا نستمع إلى مارلين جيمسون الملحق التنفيذي للدكتور وودروف يشارك عن الاقتصاد العالمي الراكد. المجال الثاني هو واقع الاقتصاد العالمي الذي أصبح راكدا، وتسعى العديد من الدول إلى إيجاد حلول على المستوى الوطني، لكن ذلك لن يجدي إلا إلى حد معين، والسبب في أنه محدود الجدوى هو أن العالم قد تم تصميمه على مدى السنوات القليلة الماضية ليكون لديه اقتصادات متشابكة ومترابطة. إن لم نجد حلا يناسب الجميع، فإن الحلول الوطنية المنفردة لن تجدي إلا إلى قليل، ولن تكون فعالة في نهاية المطاف لدرء واقع الاقتصاد العالمي الذي ببساطة لن يبدأ ولن يعود إلى ما كان عليه من قبل. الحلول قصيرة المدى التي تستخدمها الدول، على سبيل المثال في بعض الدول مثل الولايات المتحدة، لن تؤدي طباعة النقود إلى تأخير الضغط إلا لفترة قصيرة فقط، ولكنها ستخلق المزيد من الأزمات طويلة الأجل والصدمات الاقتصادية المستقبلية بعد فترة طويلة من استهلاك المنفعة قصيرة الأجل. والدول تحاول أن تحمي نفسها، فالضغط لإيجاد وظائف للأعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل في بلدانهم ستجعلهم يخلقون المزيد من فرص العمل في الداخل، لكن المزيد من الوظائف التي يتم إنشائها في الداخل تلغي الوظائف التي كانت موجودة في أماكن أخرى من الاقتصاد الدولي. لذلك فإن إيجاد حل لأمة ما يخلق مشكلة لأمة أخرى. أيضا ثمة نفور من المخاطرة، لأن كل الأشياء غير مؤكدة في هذه الأوقات، وبالتالي الناس لا ينفقون. هذا صحيح على مستوى الحكومات، لكنه أيضا صحيح على مستوى العائلات. لا أحد ينفق في الأزمات، وبالطبع يدفع الإنفاق الاقتصاد إلى الأمام. لذلك فإن الأمور تتباطأ، ومن الصعب للغاية المضي قدما دون دفع الناس للإنفاق، لكن الناس لا ينفقون إلا عندما يكونوا متأكدين من المستقبل. ستظل التجارة والأعمال الدولية مقيدة بسبب تقييد السفر الدولي وحركة العمالة، وبالطبع نشهد انخفاضا لأسعار الطاقة، وهو ما يعيث الفوضى في مناطق مثل الشرق الأوسط وتلك الدول التي أصبحت شديدة الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي. هذه ليست سوى بعض المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي تتسبب في ركود شديد للأمور. الأسبوع المقبل سنستمر مع سلسلة استعراض الأحداث التبصيرية، هذه من GIU بعنوان حالة الأزمنة، فتابعونا. تذكر يمكنك أيضا زيارة موقع cwbn.news/giu لقراءة المزيد حول التكثيف في أنظمة الأرض وغيرها من النشرات الصادرة عن وحدة الاستخبارات العالمية التابعة للكونغرس. اقتباس الأسبوع: يجب أن نكون مستعدين لنكون إجابة لأكبر مشكلة في قلب الإنسان، ألا وهي الحاجة إلى الفرح والأمل والاستقرار. كانت هذه النشرة الصادرة 30 مايو 2021. لمزيد من أخبار الكونغرس يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.cwbn.news أو قم بتحميل تطبيق أخبار الكونغرس. كما يمكنك الاستماع إلى راديو أو تلفزيون الكانوبي على موقع www.canopylive.com.